ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. مرحبا بك شيخ يحيى السنبل. إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني ترى أن مبررات تواجد ميليشيا الحشد في الموصل يعني هذه المبررات مستمرة؟ الحكومة في بغداد قد أعلنت النصر، مع ذلك أن هذه الميليشيات تواجدها مستمر. عملية إحلال هذه المجاميع الميليشياوية في مدينة الموصل هو مخطط له ومبرمج في سبيل إحداث التغيير الديمغرافي أولا، والنقطة الثانية هو محاربة هؤلاء الشباب وهذه العوائل لجعلها تترك مدينتها باتجاه سواء مدن أخرى في داخل العراق أو الخروج خارج العراق. لذلك فعملية الخطف والاعتقال والابتزاز هي عملية مبرمجة ومنظمة منذ عام 2003 واستمرت لمدة 15 عاما، ولكن زادت وتيرتها خلال هذه الفترات بحجة محاربة الإرهاب وبحجة محاربة التنظيمات المسلحة، ولكن هناك مخطط مبرمج تقوم به هذه الميليشيات المدعومة من قبل إيران وبمباركة أمريكا. لصالح من؟ لصالح مشروع الاحتلال الأمريكي والإيراني، هو هذا المتفق عليه. نعم. مع اتهام النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي ميليشيا الحشد بسرقة الدور وكذلك سرقة المحلات التجارية واختطاف بعض الأشخاص، كيف تنظر إلى دور السلطات هناك؟ السلطات المحلية هي من تصدر البيانات بحدوث هذه الخروقات وبهذه الأعمال البعيدة عن القانون وبدون صدور أي أوامر قضائية. السلطات المحلية هي من تصدر هذه البيانات وهي من تتهم بعضها البعض إلى أو الفصائل الميليشياوية الموجودة في المدينة. فالسلطات المحلية غير قادرة على حماية نفسها ولا حماية أهل الموصل، لذلك تجري هذه الأعمال في وضح النهار، وكل يوم نسمع أنه تم العثور على جثث أو القيام باعتقالات عشوائية تطال العشرات من الشباب في هذه المدينة والمدن الأخرى. المنظمة الدولية للهجرة طالبت بتوفير 27 مليون دولار لإغاثة نحو مليون عراقي. برأيك يعني هل الأموال يمكن أن تغير واقع النازحين في العراق؟ هذه الأموال التي صرفت خلال كل هذه الفترات التي نسمع عنها لم يصل للنازحين منها سوى 15% مما سمعنا من أرقام مليارية، و تذهب جميعها لجيوب الفاسدين، وإلا قد تم تغيير واقع النازحين بشكل جذري لو استخدمت كل هذه الأموال بصورة صحيحة من أجل إنقاذ النازحين واللاجئين. بل إن هذه الأموال قادرة على بناء مدن، ولكن نراها إن النازحين لم يستفيدوا إلا من الأرقام ضئيلة، في وقت إنه تذهب مئات الملايين إلى جيوب الفاسدين سواء في الحكومات المحلية أو في الحكومة المركزية. نشكرك شكرا جزيلا شيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.